تتجلى أهمية ريادة الأعمال من خلال دورها في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة، إضافة إلى إيجاد بيئة تنافسية بين المبادرين. بالفعل هبة، كما يتجلى أيضا دورها في تحويل أفكار رائد الأعمال إلى مشاريع تجارية تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق أيضا التنمية المستدامة. طبعا حول هذا الموضوع يسرنا اليوم استضافة الأستاذة آسيا الإسعيليك، استشارية أعمال وتأسيس المشاريع. حياك الله معنا أستاذة آسيا، منورتنا في مساء الخير يا كويت. أهلا وسهلا، هلا أماني، هلا حبيبتي. أهلا، طبعا في البداية احنا جدا سعيدين بوجودك معنا اليوم، وأكيد المشاهد راح يستفيد جدا من المعلومات اللي بتوفرينها لهم، خاصة فيما يتعلق بالنسبة لمجال ريادة الأعمال. اليوم احنا نسمع عن هذا المجال، لكن يقول لك أنه ممكن يكون في فرق بين ريادة الأعمال وبين التجارة نوعا ما، فياريت تكلمينا أكثر عن هذا الجانب. حلو، أنا وايد أحب أوضح الفرق بين ريادة الأعمال والتجارة. يعني تاجر إن أنا أشتغل مع منتجات معروفة أو خدمات معروفة وأستخدم الوسائل المعروفة، يعني ما فيها ترى وايد مخاطر. أما ريادة الأعمال بالذات وهو شق مختلف عن التجارة، هو إن أنا أطلع فكرة جديدة، منتج جديد، خدمة جديدة، وأفتحها في أسواق جديدة، فالمخاطر بالعادة تكون مو معروفة ومو محسوبة، مثل اللي بيبدي بمشروع بس يعني بيجرب في حاس إنه ممكن ينجح بس يبيله يشتغل عليه. فريادة الأعمال بالعادة تاخذ لها فترة أطول من التجارة. نعم، يعني أستاذة آسيا من خلال كلامك مو الكل أيضا ينفع إنه يكون مبادر. خلينا نقول إذا هذا أيضا مبادر شنو ممكن تكون مواصفاته؟ أي أشوف المبادر يبي له طولة بال ويبي له إبداع، عنده قدرة على الإبداع، عنده قدرة على خلق الفرص وتحين الفرص. يعني تلاقينا لماح، يشوف شغلة مثلا، والله مسافر برا ويشوف شغلة معينة يقول هذه تنفع مثلا عندنا، يعرف شنو أبعادها. أيوة، وممكن تنفع عندنا بالكويت بس يبيلها تغيير شوية، فهذا مبادر، هذا مو تاجر، هذا مبادر بياخذ شغلة وبيغير فيها. أيوة، لازم يكون عنده خلق قدرة الإبداع عالية، طولة البال، عنده قدرة على حسب المخاطر. يعني شلون؟ يعني أنا إذا مثلا أشوف شنو المشاكل أو المخاطر اللي تكون ممكن تطلع من هذا المنتج وأحسب كم تكلفتها وبالتالي أبني عليها القرار. لازم يكون عنده قدرة طبعا على التخطيط، قدرة على التنفيذ، قدرة على إدارة الفرق، قدرة على حل النزاعات، قدرة على اتخاذ القرار. يعني في طبعا بقدرات متفاوتة، يعني ممكن يكون وايد مبدع بس لازم يطور التخطيط عنده بشكل مناسب. نعم، اليوم لما نسمع بالنسبة حق الأشخاص اللي حابين يشتغلون في مجال الأعمال أنه لازم يتوفر عندهم رأس المال، فبالتالي مو الكل يكون متوفر عنده هذا الشيء، فمن وجهة نظرك شنو ممكن الحل يكون في هذا الجانب؟ أي الحين شوف، احنا نعيش في زمن وايد حلو، يعني انا اقول اللي يبي يبلش في ريادة الاعمال now is the perfect time. ليش؟ لان توفرت العديد من الفرص اللي ممكن الواحد انه يبدي مشروع براس مال مو اكثر من 100 دينار. طبعا انا قاعدة اتكلم عن مشاريع موسمية، عن خدمات بشكل اكبر. يعني خلينا نقول والله اماني عندها هواية التصوير مثلا، اوكي، هل تقدر تبني مشروع أقل من 100 دينار؟ تقدر تفتح لها أكاونت بالإنستغرام، يكون في يو بيمنت أو أونلاين ستور، وتحط الأسعار الباقات، هذا كله ما يكلفها 25 دينار إنها تفتح الأونلاين ستور، ومن بعدها تبدي تتلقى الأوردرات، وتقدر تطلع حق خدمات مو أقل من 50 دينار حق الخدمة الواحدة، فتقدر تفتح ولكن تستخدمها بطريقة ذكية. كذلك الاستيراد من برا، أو لما أستورد من برا أقدر أخذ طلبات على المنتجات ويتم الدفع من العميل نفسه مو من راس مالي أنا، فأقدر أفتح بأقل من 100 دينار. إيه طبعا، ولكن يبينها شوية كذي ذكاء وفرص معينة، ويعني إبداع. هو الموضوع كله ذكاء بالفعل، يعني شلون تختار المشروع الصحيح والمشروع اللي انت تحبه عشان تقدر ايضا تطور من هذا المشروع. واليوم ايضا استاذه آسيا هنقول السوق تشبع من تكرار بعض المشاريع اللي نشوفها موجوده باستمرار وبتكرار ايضا، فبرايك ما راح تكون هنا المنافسه جدا قويه؟ والله انا ما اشوف صراحه. ليش؟ لان السوق
يحتاج قيمة مضافة. فخلنا نقول فلانة فتحت صالون وفلانة الثانية فتحت صالون، صحيح. منو قال إن هذه راح تكمل أساسا؟ لأن أقول لك يبي له طولة بال ويبي له نفس طويل، فمنو قال إن هي راح تكمل؟ فلا أحاتي كم واحد فتح، أحاتي كم واحد استمر. يعني ما له شغل إن خلنا نقول فتحت اليوم مشروع مكرر موجود بالسوق. إيه عادي مو مشكلة، ولكن أحط قيمة مضافة، بمعنى أني أنا أتميز بشيء مو موجود عند الأماكن الثانية، وهذا سهل جدا خصوصا إذا أنا كنت أقدم خدمات. يعني إذا أنا تميزت بخدمة العملاء، يعني كم واحدة مثلا إذا رحتي صالون وسويتي مانيكير وبديكير وأنت طالعة تقول لك اللي على الريسبشن تحبين أحجز لك موعدك الجاي من الحين عليه ديسكاونت 5% إذا حجزتي من الحين، ما في ترى يسوون. وهذه بحد ذاتها تمسك العميلة، تخليها ترجع لك مرة ثانية لأنها حجزت. ففي تركات بسيطة أقدر أنا أسويها في المشروع مالي تخلي مشروعي مستدام، غير اللي والله أنا ودي أفتح صالون، تفتح تنصدم بالواقع المرير إن الشغل وعبالة والتزام وإدارة فريق، تسكرها بعدها بست أشهر. فلا ما أنا كلش ما أحاتي أبدا موضوع التنافس، يكون شيء مكرر وموجود. يعني بالنهاية هذه روح التنافس هني يبتدي كل واحد يبرز نفسه ويثبت نفسه ويصير في نوع من الإبداع. يعني أنت بالنهاية قاعد تكسبين الزبون لك، فهني على قولتهم لازم الواحد يكون في عنده الكثير من الريسك اللي يقدر يأخذها. اليوم لما نتكلم في هذا الجانب في عندنا موضوع الشراكة سمعنا عنه، يمكن حتى صار في إنه بالنسبة حق البزنس نفسه إدارة ريادة الأعمال يقول لك إنه مثلاً تاخذين موضوع الشراكة أفضل من إنك تدخلين البزنس بروحك، فكلمينا أكثر عن هذا الموضوع. أي موضوع، يعني موضوع الشراكة مثل أي موضوع ثاني يعتمد على شخصية المبادر أو التاجر. إذا أنا شخصيتي تقبل الشراكة، عندي أنا هذه المرونة، عندي أشياء أنا قوية ومميزة فيها، يعني إحنا نتعامل مع وايد مثلا شيفس أو هي فنانة مبدعة بشيء معين ولكن ما تبي تطور من نفسها في الأشياء الثانية، فهني أقول لها إذا تدخلين معاك شريكة تغطي الجوانب الإدارية اللي أنت مو شاطرة فيها ولا عندك رغبة أنك تتميزين فيها، فهذا أعتقد أنه راح يكون وايد ممتاز. ولكن أخذ بعين الاعتبار أني أنا أحط محامي. نعم. إيه لازم يكون محامي من بداية الشراكة. نعم. نعم. كل الشكر لك على هالمعلومات الجميلة. واليوم الواحد بالفعل إذا بيبطل له مشروع لازم يركز على بعض الأمور واللمسات والأفكار الإبداعية بذكاء عشان يتطور في مشروعه ويتميز فيه. يعطيك ألف عافية على وجودك ويانا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، شرفنا فيك. إذا كل الشكر طبعا هبة الأستاذة اليوم بوجودها معنا آسيا لسعليك استشارية أعمال وتأسيس المشاريع على الحضور والمشاركة ويانا. نعم، بما أن تكلمنا عن المشاريع فيعتبر مشروع تطوير طريق الجهرة من أضخم مشاريع للبنية التحتية في دولة الكويت، وواحد من أكبر مشاريع الطرق متعددة الأدوار في العالم، حيث تشهد أيضا هبة دولة الكويت تحرك ومد عمراني يملأ عيون المكان، إذ تأتي هذه المشاريع العملاقة ضمن رؤية الكويت 2035 والتي تشمل أيضا العديد من برامج التنمية والمشروعات الاستراتيجية.